وللوقوف أكثر عند العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بكم. يعني أكثر من 20 دولة وقفت مع الولايات المتحدة في عقوباتها ضد إيران باستثناء العراق، كيف يمكن قراءة الموقف العراقي سيد محمد؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. طبعا الحكومة العراقية والعملية السياسية الحالية هي يعني إيران صنعت هذه العملية السياسية طبعا بتعاون مع الإدارة السابقة الأمريكية، ولا نتوقع من هؤلاء أن ينضموا إلى أي ضغوط محتملة ضد إيران بسبب التأثير الإيراني الكبير على هذه العملية. وأصلا إيران استخدمت الساحة العراقية والبنوك العراقية للالتفاف على العقوبات السابقة قبل التوصل للاتفاق النووي، وكما جاء في الفترات السابقة الولايات المتحدة فرضت غرامة على أحد البنوك العراقية التي كانت توفر لإيران العملة الصعبة وتساعدها على الالتفاف على العقوبات. فالموقف العملية السياسية في العراق هو موقف واضح، ويعني لا يتوقع منها غير هذا اللي الآن هي تفعله، وستناصر إيران بلا شك فيه. لكنه الحكومة القادمة التي من المتوقع أن تتشكل ستكون أقرب للولايات المتحدة من إيران. طيب سيد محمد، العراق كما تعرفون يعيش أزمة اقتصادية نتج عنها تظاهرات شعبية واسعة في عموم العراق تقريبا ترفض الأوضاع الاقتصادية وسياسات الحكومة والفساد المستشري في العراق، لكن تعتقد أن هذا الموقف، موقف العراق تجاه العقوبات الأمريكية ضد إيران، يمكن أن يزيد من أزمة العراق الاقتصادية والسياسية والأمنية؟ يعني لا شك في ذلك أنه هناك سيكون تفاقم بسبب العقوبات المحتملة التي ستفرضها الولايات المتحدة على أي جهة تتعامل مع إيران، وهذا سيزيد الطين بلة بالنسبة للساحة العراقية. والعراق هو غارق أصلا في الأزمات المتعددة، والآن هؤلاء الذين يشرفون على العملية السياسية الذين يوالون لأي جهة في العالم إلا العراق نفسه يخلقون مشاكل للشعب العراقي وفي المرتبة الثانية لأنفسهم، لأنه كل ما تفاقمت الأزمة في الداخل ستتفاقم الأزمة السياسية أيضا التي هي بدأت يعني تلغي بظلالها على العملية السياسية بالكامل، والمتوقع أنه يحصل انهيار سياسي في البلاد بسبب يعني تردي الوضع المعيشي، عدم الوفاق ما بين حتى أفراد هذه العملية السياسية الذين أكثرهم يوالون لإيران أو لجهات أخرى خارج البلاد. سيد محمد، بوصلة العلاقات بين إيران وروسيا ربما اتجهت إلى، وصل الأمر إلى اتهام إيران لروسيا بدعم العقوبات الأمريكية، كيف ترى مستقبل العلاقة في المستقبل المنظور بين موسكو وطهران؟ يعني إذا لاحظنا الاقتصاد والسياسة هي ليست إلا مصالح، يعني لا تكون هناك ود وصداقة بين هذا أو تلك الدولة أو ذلك الرئيس فهذا شيء محسوم. يعني كل ما تم إبعاد إيران والنفط الإيراني من الساحة ومن الأسواق الدولية، روسيا ستستطيع أن تسوق للمزيد من نفطها في الأسواق وتحل محل إيران في الأسواق، وهذا ما يخدم الروس والذين هم يعانون أصلا من عقوبات أمريكية في شتى المجالات. ففرض عقوبات على إيران في أسواق النفط يصب في صالح روسيا أولا. ثانيا، هناك توجه جديد بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي ترامب من أجل مزيد من التقارب بين البلدين، وهذا يضع الروس في الجانب دعم الخطة الأمريكية ضد إيران، على الرغم من البيانات والتصريحات الرسمية التي لم ترتقي إلى العمل لصالح إيران. يعني البيانات سيد محمد، بعجالة الوقت أدركنا، يعني لابد من طرح هذا السؤال. يعني محمد باكبور قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني هدد بانتقام مزلزل بحسب وصفه ردا على العقوبات الأمريكية،
بعجالة لو سمحتم، ماذا تملك لإيران للرد على الولايات المتحدة؟ يعني الرد الإيراني حتى الآن هو جاري، وهو منع تشكيل الحكومة في العراق وفي لبنان. الرد المزلزل لا يمكن لإيران أصلا، يعني هذا الموضوع غير وارد. إيران بإمكانها أن تسبب بعض الانزعاج لأمريكا أو حلفاء الأمريكا في المنطقة ولا أكثر. يعني هذا الكلام يستخدم من أجل استرضاء الداخل والسيطرة على الأجواء، ويعني بعض إمكانية خلق بعض الأوراق للتفاوض، خاصة ما يسمى إيران بإغلاق مضيق هرمز لغطاء النفط. وهذا اصلا ايران خلال الثمانينات من القرن الماضي بادرت على ذلك ولم تستطع، الولايات المتحده لم تسمح لها. واذا فرضنا انه ايران فعلت ذلك ستجلب الولايات على نفسها، حتى من الصين الذي يعني الاقتصاد العالمي سيتضرر من اي قطع لجريان النفط من المنطقه، والاقتصاد العالمي يتاثر. فهذه يعني غير وارده، هي مجرد دعايه ولا اكثر. من لندن المتخصص بالشأن الإيراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.